functions. الـ functions ممكن نعملها بطريقتين. نأخذ المثال هذا نقول func1.sh. فأول طريقة هي أنك تكتب function وتكتب اسم الفانكشن. بدل my function خلينا نكتب مثلا greet، بعدين نقول echo welcome، نقفل القوس ونعمل function ثانية. الفانكشن الثانية هي الطريقة الثانية، ممكن أكتب goodbye وأعمل قوسين هذه الفانكشن الثانية. الآن استدعي الفانكشنز سطر رقم 3، في عندي خطأ في الإيكو. function greet echo. اوكي، فكان في space ما بين اسم الفانكشن والكرلي bracket. اوكي، بينما الطريقة الثانية حتى لو ما كان في space هتشتغل. طيب الفانكشنز برضو ممكن تتعامل مع الفاريبلز لوكال وجلوبال. فنقول بيم func2.sh ونقول كمثال function my func ونقول هنا local x equal 24 echo local x equal قيمة ال x ونقول my fun. اعتقد يفضل عشان هنا نقول x equal 10، وبعد الفانكشن كمان نقول echo global x equal قيمة ال x. فال x الآن في عندي نسختين منها global و local. ال local حتطبع من ال my functions وال global حتطبع من ال main script. حنشوف فلاحظ اللوكال 24 والجلوبال 10 نفس اسم المتغير X. ممكن أعمل override باستخدام الفانكشنز. فمثلا عندي الكوماند IP address show بيعرض لي IP addresses، ولكن أنا أبغى IP address للإثرنت كارد هذا وأبغى IP address هذا، فأنا أبغى هذا السطر فقط. فأحتاج إني أعمل combination من الكوماندز. فهأكتب مثلا IP for coloring و address show ethernet 0، بعدين أعمل filter باستخدام الجريب inet، فحيظهر لي هذا السطر كامل ويحدد لي الألوان على ال IP addresses. فأنا أنسخ هذا الكوماند فقط عشان أقول my func كم كان 3، نعم 3.sh.
وحأقول function حسميها IP، وفي هذه الفانكشن حقول command، لابد هذه keyword من الباش، بحيث انه هذا الكوماند حيستبدل بدل الكوماند الاي بي. الان لما اكتب اي بي كول للفانكشن، طبعا نخليه بعيد هنا، كول للفانكشن، ممكن عشان هذه فانكشن اعمل لها return check اذا كانت الفانكشن او الكوماند executed correctly، اعمل return normally. طيب الان sudo chmod، والان نشغل، فلاحظ اعطاني فقط المعلومة اللي انا احتاجها.